عدنا إليكم من جديد مشاهدينا القسم الأخير من صباح النور، وفي قضية اليوم نناقش تحديات الشباب ذوي الإعاقة في العالم العربي ونسلط الضوء على أهمية افساح المجالات لهم في العمل والتوظيف والتعليم والشراكة أيضا في الحياة السياسية. عن هذا الموضوع تحدثنا اليوم من عمان روان بركات الناشطة الاجتماعية ومديرة مؤسسة رنين ومنسقة حملة ابني. أيضا روان صباح النور. صباح النور وسعيدة بوجودي معكم اليوم. وأحنا أسعد أيضا بوجودك معنا يا روان. بداية دعينا معك نتعرف على مؤسسة رنين، الفكرة الهدف أيضا من إنشاء هذه المؤسسة والنشاطات التي تقومون بها. هلا مؤسسة رنين هي مؤسسة غير ربحية انطلقت بنهاية 2009 بعد حصولي على جائزة الملك عبد الله للإنجاز والإبداع الشبابي، بهدف إيجاد منظومة تعلمية متكاملة تركز على تنمية مهارات الاستماع والتواصل عند طلبة المدارس، بهدف إيجاد جيل واعي مؤمن بقدراته، قادر من مهاراته، متقبل لذاته، متقبل للآخر. نشتغل كتير على فكرة تعزيز مهارات التفكير الناقد عند الأطفال، تعزيز مهارات الاستماع، وخصوصا أنه إحنا بمجتمعاتنا لا نسمع بعضنا البعض. أكبر تحدياتنا أنه إحنا لا نتحاور، لا نستمع للآخر حتى يكمل فكرته. عادة إحنا بس قاعدين نستنى بعض، أنت تحكي فكرة أنا أحكي فكرة، بس أنا بستنى أعطي مبررات لأدحض فكرتك أكثر من أني أتأمل وأتفكر بفكرتك، لأنه قد نتقاطع بكثير من هاي الأمور. فإحنا برنين نوظف القصة المسموعة المسجلة بشكل درامي، نشتغل على توظيف الدراما، على توظيف الفنون المختلفة مع الطلبة، بنعمل عادة على تدريب وتمكين المعلمين، نشتغل برضو داخل المدارس مع الطلبة، قدرنا نوصل لأكثر من 50,000 طالب وطالبة داخل الأردن، اشتغلنا بالمناطق النائية، بالمناطق الأكثر عرضة للتهميش، والجميل برنين أنها تقدم خدماتها لكافة الأطفال. جميل جدا. كانوا أطفال من ذوي الإعاقة أو غير ذوي الإعاقة. جميل جدا هذا الموضوع وهذه المؤسسة، فرصة وأنه كل المشاهدين يتعرفوا عليها ليس فقط في الأردن وإنما في كل وطننا العربي. روان أنت كناشطة في مجال الدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة، الكلنا نعلم أن هذه الفئة تحتاج إلى دعم كبير ومدافعين عن حقوقها على صعيدين الفردي والحكومي، ولكن معك نريد أن نتعرف أكثر لأنه أنت ناشطة على الميدان للمدافع عن حقوقهم وأيضا لدعمهم وحتى أيضا إيصال أصواتهم إلى الحكومات وحتى أيضا يعني كذلك التوعية بالنسبة للأفراد. أخبرينا أكثر عن هذا المجال، مجال الدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة. هلا مجال الدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة وحقوق هي مهم، لأنه إحنا لبداية الألفينات كنا عم نحكي عن رعاية واختلف المصطلح وأصبح مصطلح حقوق، وهون أنت بتنصدم بين أرض الواقع، إنه هل المؤسسات اللي موجودة على أرض الواقع هي مؤسسات حقوقية أم مؤسسات خدماتية؟ وهون فرق كبير بين إنه أنت مؤسسة عم بتقدم خدمات لأنه الحكومة مقصرة، وأنا لا أقلل من دور هاي المؤسسات لأنها عم تبذل جهد غير عادي، لكن التحدي بهذه المؤسسات إذا تم توقفها بأي لحظة أين سيذهب الأشخاص ذوي الإعاقة؟ نحن بحاجة لمؤسسات تعمل في مجال دفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل ضمان أن تقوم الحكومات بمسؤوليتها، لأنه هي ما نقدر نقول إنها بس مسؤولية حكومية، هي مسؤولية حكومية، مسؤولية مجتمع مدني، صحيح، مسؤولية قطاع خاص، ولكن بعتقد أن مسؤولية الحكومات هي الأهم، لأنه الإرادة السياسية هي من تغير بواقع أي فئة كانت. وبعتقد أنه حملات الدفاع والمدافعين عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أعتقد من المهم أن تكون نوعين من الحملات، حملات تشاركية مع الحكومات، وهي أنا مش ضدها لأنه بالآخر مهم أن
نشتغل بايد بايد مع حكوماتنا لنوصل لنوصل للشيء اللي بدنا اياه. وبجزء معين لا، لازم تكون حملات ضغوط اذا هذه الحكومات اصرت على التقصير بالعمل على حقوق هذه الفئه. روان، بالفعل لانه نحن نعرف انه الشباب ذوي الاحتياجات الخاصه في عالمنا العربي صراحه يعني امامهم عدد كبير من التحديات. الى اليوم لازلنا نتحدث حتى عن بعض يعني بعض الاماكن يمكن العاديه، ان كان نتحدث فقط على يعني توجههم حتى في الشارع حتى الرصيف، يعني هناك اشياء ليست يعني يمكن مخصصه، لا يتم التفكير بشكل كبير في الشباب ذوي الاحتياجات الخاصه، لا يتم قبولهم في العمل على الرغم من انه هناك منهم عدد كبير من الاشخاص المتفوقين. بالنسبه ليك، ما هي ابرز التحديات التي يواجهها شباب ذوي الاحتياجات الخاصه اليوم في 2022؟ سريعا، هي تحديات كبيرة، تحديات لها علاقة بالتهيئة البيئية. التهيئة البيئية مثل ما حضرتك تفضلت لها علاقة بالشوارع، لها علاقة بالمباني، لها علاقة بالتهيئة بالعموم وإمكانية الوصول بالمواقع الإلكترونية. هل هي مهيئة أصلا مثلا الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية أو الأشخاص الصم ليستخدموها؟ الشوارع، معظم شوارعنا، هلأ أنا ما بقدر أحكي بس عن الأردن، لكن معظم الدول العربية باستثناء بعض الدول ما زالت معظم شوارعنا غير مهيئة لسير الأشخاص ذوي الإعاقة أو الأشخاص كبار السن 100%. فأول إشي التهيئة البيئية هي معيق. الوعي المجتمعي هو أحد المعيقات الكبيرة بمفهوم تقبل الشخص ذوي الإعاقة وإمكانية وجوده بشكل طبيعي بدون أي نوع من أنواع التمييز. الحقوق التي تتعلق بالتحديات بالعمل، القبول بالعمل، أنت ترفض فقط لأنك من الأشخاص ذوي الإعاقة دون مقابلتك وإعطائك الفرص العادلة وتهيئة مكان العمل ليوائم قدراتك واحتياجاتك. تحديات العمل كبيرة، إلها علاقة برضو فكرة أنه مثل ما قلت لك قبولك، تهيئة وجودك وتمكينك. أحيانا الشخص ذوي الإعاقة وخصوصا إذا تحدثنا عن الإعاقات الذهنية هم موجودين، هدول الأشخاص يجب تدريبهم وتمكينهم ليكونوا قادرين على العمل، لأنه نسبة الأمية مرتفعة بين الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كبير. فلما بده يروح على سوق العمل، بنهاية سوق العمل ينظر هذا الشخص قادر أن يعمل أو غير قادر. الحكومات عليها أن توفر تدريب مهني يتناسب مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة ومراقبة وإجبار القطاع الخاص على أن يعمل فيها هؤلاء الأشخاص وأن يعملوا. إحنا ما بدنا الأشخاص ذوي الإعاقة يروحوا ياخذوا راتب وهم ما بيشتغلوا، بس لا، لازم يكونوا متواجدين. وإذا قلنا تحديات إلها علاقة بالتعليم، إلها علاقة بكثير من الأمور والنواحي تقريبا منها الأشخاص ذوي الإعاقة. روان، تقريبا كل المجالات نتحدث عليها، إن كان في مجال التعليم، مجال العمل، يمكن حتى في الحياة، التهيئة كما ذكرت أنت البيئية اللي هي أبسط الأشياء واللي بالحق في عدد كبير من دول العالم، لأن نتحدث على عواصم متقدمة جدا ويعني أبسط الأشياء يمكن وسائل النقل لا تكون ترضي أحيانا ذوي الاحتياجات الخاصة. يعني المشكل موجود تقريبا في كل دول العالم، إن كانت الدول الغنية أو الفقيرة. ولكن لو نتحدث عن دعم الحكومات، بعض الدول اللي عندها مشاكل اقتصادية دعمها يعني يقتصر على تقديم بعض الخدمات الأولية والخدمات الصحية اللي هي بالأساس قد لا توفرها إلى معظم سكانها، مش فقط ذوي الاحتياجات الخاصة. يعني هناك مشكل أصلا كبير في هذا. لو نتحدث، الحكومات قد لا تكون عندها قدرة أنه تدعم بشكل كبير، الوعي المجتمعي ليس موجود أيضا بشكل كبير. يعني ما هي الحلول فعليا لنغير هذه الصورة النمطية وليصبح لذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة مكانة في المجتمع مثلهم مثل كل الأشخاص، لا فرق بينهم وبين الأشخاص اللي قد يعتبروا عاديين أو لا يعانوا من إعاقة؟ لا، ليس لديهم إعاقة 100%. هلأ سؤالك مهم، لكن بدي أحكي مثلا على الأردن. إحنا انطلقنا بحملة ابني
قبل سنتين كون الأشخاص ذوي الإعاقة كفل القانون حتى الحقوق الصحية عزيزي غير متوفرة. يعني إحنا مثلا نموذج الأردن إحنا من عندنا من أفضل التشريعات بما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وللأسف معظم مواد هذا القانون ما زالت حبر على ورق، ومنها موضوع الصحة. يعني إحنا منقول الخدمات الصحية هي غير متوفرة لا للأشخاص ذوي الإعاقة ولا لغير ذوي الإعاقة بشكل مجاني. فإحنا اشتغلنا خلال الفترة الماضية على الجزئين، له علاقة مثل ما قلت لك بالبداية على الضغط المجتمعي والعمل بالشراكة مع الحكومات لإيجاد الحلول. هلأ الحلول مش إشي سحري، لكن مثل ما أنا حكيت قبل شوية هي مسؤولية ثلاث أو أربع جهات مع بعض. الحكومة والحكومات يجب أن تتحمل مسؤولياتها سواء بالرقابة أو هي بالتنفيذ ما يكون مطلوب منه. مؤسسات المجتمع المدني للأسف يا عزيزي قضية ذوي الإعاقة أصبحت ترند بمؤسسات المجتمع المدني ويحصل على مئات الملايين تحت اسم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعندما ينتهي المشروع من الممول لا نرى أي أثر حقيقي من مؤسسات المجتمع المدني بما يخص قضايا ذوي الإعاقة. ثلاثة، القطاع الخاص، على القطاع الخاص أيضا تحمل مسؤولياته. صحيح. يعني بأبسط الأمور عندما أفتح مطعم أو مقهى أن ألبي أبسط حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بوجود ممر أو منحدر خاص، بوجود حمام مهيأ. وعزيزي هذه الأمور لا تكلف الكثير، ولكن نحن بحاجة لإرادة سياسية حقيقية. مناهجنا، وسائل الإعلام، أعتقد أن دور وسائل الإعلام مهم جدا وهي شريك، وعلى وسائل الإعلام أن تبتعد عن فكرة التنميط أو المبالغة، سواء عندما تستضيف شخص ذوي إعاقة أن لا تتعامل معه على أنه بطل خارق. صحيح. أو على أنها تعمل دراما وبحزن ومسكين. يعني شكرا للعربي بمعظم لقاءاتكم عادة بتكونوا عم تشتغلوا بطرح احترافي، وهذا أمر مهم أنه أنت تتعامل مع الشخص ذوي الإعاقة كباقي الأشخاص من غير ذوي الإعاقة. هذا واجبنا روان أكيد، ونحن نتمناه أيضا أنه كل وسائل الإعلام تتجه إلى هذا الاتجاه، بالإضافة أيضا إلى ذلك وأنه يتم تشريك ذوي الاحتياجات الخاصة أنه يكونوا موجودين في العمل الإعلامي كصحفيين كمعدين أو حتى كمقدمي برامج، وهذا بدينا نلاحظه فيه نوعا ما في العالم الغربي، إن شاء الله أيضا ينتقل. وأيضا كانت بعض التجارب، يعني تجارب بسيطة كانت موجودة في عالمنا العربي، ولكن نحن بحاجة إلى تكثير أكثر. السؤال الأخير مهم جدا، لأنه بالفعل نتحدث على الموضوع هذا تقريبا تناولنا كل المجالات، ولكن أيضا مجال الحياة السياسية ومشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الحياة السياسية وتعبيد الطريق في هذا المجال، يعني هل أنه اندماجهم ووصولهم إلى مراكز القرار قد يساهم في دعم قضاياهم؟ طبعا. وهلأ إحنا لما نحكي عن الأشخاص ذوي الإعاقة نسبتهم بين 11-15% من الشعب، يعني فهي نسبة كبيرة. ليست نسبة قليلة. وجود الأشخاص ذوي الإعاقة بصنع القرار هو مهم، لأنه أي تشريعات تصمم بعيدا عن صاحب المصلحة أو صاحب القضية تصبح منقوصة، لأنه بالنهاية نحن كل فئة بالحياة هي لديها احتياجاتها التي لا يدركها الآخرين، فمهم وجودهم. ثاني شيء، مهم وجودهم كأشخاص، هم جزء من المجتمع. يعني أنا كمواطنة بالوطن العربي كأردنية لا أكترث لقضية الضريبة مثلا أو ارتفاع الأسعار أو الحريات العامة، بالطبع أكترث لهذه القضايا سواء كنت شخص ذوي إعاقة أو لم أكن. فمن المهم وجودي، مش فقط كوني ذوي إعاقة ولكن كوني مواطن، ولا يجوز إقصائي بسبب إعاقتي. وربما الفئات الأكثر عرضة للتهميش هم بحاجة أكثر للتمكين لوجودهم
أماكن صنع القرار، وعادة أماكن صنع القرار المختلفة. يعني لما يكون وزير من الأشخاص ذوي الإعاقة يجب أن لا تكون هجنة هذا الموضوع، ولا نراها أنه يعني إشي خارق للعادة. من الطبيعي أنه يكون شخص ذوي الإعاقة موجود كوزير، لماذا يعني تتناوله وسائل الإعلام وكأنه كائن فضائي يدير وزارة معينة أو يعمل ضمن مهام عليا بأي مؤسسة كانت؟ أو لا تستعمل كحملات دعائية سياسية، لأنه مع الأسف كان هناك أيضا تجربة في تونس على سبيل المثال، ولكن أشكرك. كانت فقط حملة دعائية سياسية لوجود وزير من ذوي الاحتياجات الخاصة اللي أصلا ما كملش حتى فقط شهر يمكن من عمله وتم تغييره. على كل الموضوع استخدام أو استغلال وجود ذوي الإعاقة مشكلة حقيقية هي موجودة بالوطن العربي. كل هذه المشاكل أكيد عندها حلول، ونحن سعدنا جدا بطرح هذا الموضوع معاك روان بركات. بالفعل إن شاء الله نتمنى أن الوعي المجتمعي يتغير، نتمنى أنه كل القطاعات اللي تحدثنا عليها، حكومات، القطاع الخاص، المجتمع المدني والمجتمع، الوعي المجتمعي يكون موجود لمساعدة كل ذوي الاحتياجات الخاصة. بالآخر هما إنسان ونحن إنسان وكلنا متشابهين، لا فرق بيننا. شكرا لك الناشطة الاجتماعية ومنسقة حملة ابني روان بركات، كنت معنا مباشرة من عمان. شكرا لك. صباح النور. شكرا. صباح الورد.